مواطنون من أهل الشطرة في محافظة ذي قار غاضبون بسبب اقتصار الحكومة في شهر رمضان على توزيع نصف كيلو عدس فقط في البطاقة التموينية، في الوقت الذي حرم فيه المواطنون من مفردات البطاقة التموينية التي بدأت بالتناقص منذ الاحتلال عام 2003 حتى وصلت إلى نصف كيلو عدس فقط، واعتبروه إهانة واستهزاء بالمواطنين. دعونا نتابع. والله العظيم لا تستحون ولا تخجلون ابدا. شوف التخصيصات للرئاسات الثلاث، رئاسه الوزراء ورئاسه البرلمان ورئاسه الجمهوريه، بس التاثير اكثر من 250 مليون. كل واحد ست رواتب وسبع رواتب، يعني يصل راتبه الى 65 مليون. والمواطن المتقاعد اللي يقضى عمره بالخدمة 40 سنة ما يوصل مليون، راتبه 500 و600. الشبكة الاجتماعية 200 ألف ونص كيلو عدس. خلي يسمعون المواطنين، قيمة المواطن 1000 دينار، نص كيلو عدس 1000 دينار قيمته أو 250 دينار. مع الأسف الشديد استهزاء بالمواطن، استهزاء كبير، والمواطن يستحق، لأن يشوفه يمشي المواطن يستحق هذه الإهانة. نعم يستحقوا أكثر، راح يوجهون له إهانة أكثر، لأن هم يقولون المواطن إنسان ساكت راضي بكل هذا الظلم. كل هذا الظلم في عهد العراق يصدر 4 ملايين برميل نفط يومياً.